استقبلت جماهير الزمالك قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جدوالدو فيريرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون بالكثير من الارتياح والرضا بالنظر للنتائج الرائعة التي حققها مع الفريق قبل 7 سنوات. في ظروف مشابهة تقريبا تولى المدرب الكبير قيادة مدرسة الفن بداية فبراير 2015 بعد الرحيل المفاجئ لمواطنه جايمي باتشيكو، وتمكن معه الفريق من استعادة لقب الدوري بعد غياب 11 سنة، كما أضاف لقب كأس مصر بفوزه على الأهلي بهدفي باسم مرسي، ونجح الفريق معه في الجمع بين الثنائية بعد غياب 27 عاما. مسيرة المدرب الكبير التدريبية بدأت مطلع الثمانينيات مع فريق ريو مايور، ثم درب العديد من الأندية أبرزها أكاديميكا وأستريلا أمادوا، كما خاض تجربتين في إفريقيا، الأولى مع منتخب أنغولا 89 والثانية رفقة الجيش الملكي المغربي موسم 95-96. بعد عودته لبلاده قاد منتخب الشباب في الفترة من 96 وحتى مطلع الألفية الجديدة، ثم بنفيكا وسبورتنج لشبونة وبوافيشتا، قبل أن يسطع نجمه بشدة مع العملاق بورتو في الفترة من 2006 و2010، حيث حقق معه 6 بطولات، 3 منها في الدوري وبطولتان في الكأس ولقب السوبر 2009 على حساب باكوس فيريرا. النجاح المحلي غير المسبوق مع بورتو مكنه من خوض أكثر من تجربة خارج البرتغال مع مالاغا الإسباني عام 2010 وبنثانياكوس اليوناني لموسمين، ثم تولى تدريب الثنائي المحلي سبورتنج لشبونة وسبورتنج براغا. بعد رحيله عن الزمالك في نوفمبر 2015 تولى قيادة السد القطري وحقق معه 4 بطولات، ثم سانتوس البرازيلي موسم 2019-2020، وبعده عاد لقيادة بوافيشتا الموسم الماضي وأنهى معه الدوري في المركز 13. عن عودة فيريرا وقدرته على إعادة التوازن للفريق على المستويين المحلي والقاري، هل الأجواء الحالية في الزمالك تشبه تلك التي عاشها مع الفريق أثناء ولايته الأولى؟ أيمن عبد العزيز لاعب ومدرب الزمالك السابق يجيب على هذه التساؤلات وغيرها خلال حواره مع شوبير في ملعب أون تايم. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين والمتابعين. خلينا نرحب بضيف اللي منورني النهاردة، نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق كابتن أيمن عبد العزيز. كابتن أيمن مساء الفل عليك. كابتن مساء الفل، وحشني وحضرتك أكتر. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. أخبار الدنيا في زد إيه؟ كويسة، يعني كنا كويسين قوي الحمد لله. الدور الأولاني كله قعدنا 14 أسبوع أول الدوري كناش بنخسر، لكن بعد كده أنت عارف الكورة في يعني فيها شوية فترات وحشة وفترات كويسة. المشكلة اللي حصلت لنا إن إحنا قعدنا فترة كويسة قوي قوي طويلة، فما كانش اللعيبة لسه دخلت أجواء إنها تعيش الوجه الوحش بتاع الكورة. نعم. لكن أنا الحقيقة متفائل خير، لأن الناس ما تعرفوش قوي إن إحنا تقريبا حوالي من 95-97% من قوام الفرقة ده جديد، وكلهم لعيبة صغيرة. فيقدروا يحققوا طموحات نادي الزد أعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا، لكن ما زال السباق موجود واحنا بنحاول وبنجتهد. بس اصبح صعب. اكيد صعب، لكن ما فيش حاجه مستحيله. مش كده؟ باقي كام؟ 10 ماتشات ولا 9 ماتشات؟ فطالما عدد الماتشات بيسمح بده فاكيد هنفضل نحارب على ده طبعا. بنشتغل وبنحاول، وكابتن اسماعيل وكلنا موجود، الجهاز وكابتن وليد صلاح. الحقيقه المجلس الاداره بيدعمنا جدا جدا، والناس ما بيتاخروش علينا في حاجه. الناس بتوفر لنا كل حاجه، وانت عايش اجواء الكره كلها، مفيش مشاكل، مفيش حد بيجي يقول لك الا قليلا جدا لما بدات النتائج تسوء شويه بدات الناس طبعا من حقها تسال ليه طبعاً. يعني فده طبيعي جدا، لكن في الاخر هم بيساندونا في كل حاجه وفي كل الماتشات، فان شاء الله نحقق طموحاتهم ونحاول على قد ما نقدر باذن الله. من 3 اسابيع تقريبا او اقل قليلا كان هنا زميلنا العزيز احمد الخضري
وقال لي الجهاز الفني الجديد للزمالك هيكون مدرب اجنبي. وبعد كده هو طلع عبر رسالته اللي بيعملها يومين مع زميلنا العزيز محمد القوصي وقال انه فيريرا، وقال بالتحديد ايمن طاهر، وقال اسامه نبيه، وقال انه كابتن اسماعيل يوسف هيجي رئيسا لجهاز الكره. كابتن اسماعيل نفسه طلع امبارح وقال انه بالفعل تلقى اتصال من مسؤولي نادي الزمالك انه بيرغبوا انه يبقى رئيس لجهاز الكره بنادي الزمالك. هل تكلم معاك والموقف هيبقى ايه في حاله انه يرحل الى نادي الزمالك؟ لا هو الحقيقه الكابتن ما متكلمش معايا في الموضوع دوت، لان في الاخر اعتقد ان هو شان خاص بيه هو. الموضوع بالنسبه لي ما اتضحش، انا بسمع بالظبط من الاعلام من فتره مش طويله يعني، وامبارح سمعت طبعا مداخله الكابتن اسماعيل. لكن ده اللي يخص الكابتن اسماعيل انه في الاخر ده قرار. اصل لما يبقى اسماعيل ومع سيف زاهر يعني بتبقى قصه الى حد ما خلاص حقيقيه يعني. بص يا كابتن اسماعيل قيمه كبيره والحقيقه هو شرف وبيضيف لاي مكان يكون موجود فيه سواء على المستوى الاداري او على المستوى الفني. انا الحقيقه اشتغلت معاه فتره انا شايفها انها كويسه بالنسبه لي ان انا استفيد منه. فانا اتشرفت بالشغل معاه سواء هنكمل او هو ربنا يكرمه. هل المسؤولين في زد المحوا لك انه ممكن الكابتن اسماعيل يرحل وهيبقى الموقف بالنسبه لك، هل انت اللي هتكمل المهمه من بعده؟ برضو ده ما اتضحش بالنسبه لي لسه، ما عدناش لان في الاخر القرار لسه ما طلعش بتاع الكابتن اسماعيل او حسب ما يتفق مع الاداره الموجوده في نادي زد. لو حصل الموضوع ده اكيد حاجه تشرفني وهكون سعيد جدا من ان انا اكون مدير فني لاول مره في نادي بحجم نادي زد. نعم. اتحمل المسؤوليه ان شاء الله اتحملها باذن الله، اقدر اتحمل ده اقدر اتحمله الحمد لله بقى عندي من الخبرات كفايه ان انا اقدر اشتغل. نعم. واقدر اقود يعني باذن الله. كابتن ايمن خليني اسالك عن فيريرا، يعني صحيح انت ما اشتغلتش معاه لكنك شاهد على عصره كمحلل كنجم قديم في نادي الزمالك ونجم قديم في منتخبنا الوطني. البعض متفائل جدا بعودة فيريرا خاصة انها تشبه العودة القديمة او المرة الاولى عفوا، وانه جه ما كانش هو المدرب وانه قاد الفريق للفوز ببطولة الدوري وبطولة الكاس. هنا في حالة من التفاؤل الشديد لدى جماهير الزمالك. البعض الاخر بيقولوا الظروف متغيرة، اللعيبة متغيرة، وانه ليس شرطا انه من نجح في ولاية اولى ينجح في ولاية تانية. والبعض بيزيد بيقول انه يعني غالبا دايما الولايه الثانيه بتكونش بنجاح الولايه الاولى. وانا كذا كان هذا الكلام مردود عليه بمانويل جوزيه مثلا مع النادي الاهلي. لكن انا ابتدي مع حضرتك من الجزء الثاني بان مش دايما الولايه الاولى بتبقى يعني زي الولايه الثانيه، لكن في الاخر ده كله مرتبط بالكواليتي بتاعت نادي الزمالك. نعم. وفي الاخر انا شايف ان الراجل معاه كواليتي افضل من اللي كان موجود، افضل افضل منهم فيقدروا يحققوا حاجه مع الفكر بتاع الراجل ومع شخصيته. انا الحقيقه اتفرجت عليه شويه في التمرين، ان انا كنت بروح لان كنت سامع عنه طبعا ان هو حاجه مش طبيعيه. نعم. اشتغل على تفاصيل صغيره قوي اللي احنا كلنا محتاجينها في الكوره، فروحت اتفرجت عليه مره او مرتين لقيته فعلا منظم جدا جدا، بيشتغل على تفاصيل او خطوط معينه، منها مثلا ان هو اول واحد اعتقد شفته في مصر بيعمل زونات في الملعب. نعم. بيقسم الملعب لاماكن عشان وقفات اللعيبه وشكلهم، فده كان مهم جدا جدا ان هو يتعامل مع اللعيبه من منطق ان هم ما زالوا صغيرين قوي فيبداوا من نقطه الصفر اللي هي البدايه، اللي هي حاجه مهمه لكل مدرب ان هو بيبدا من نقطه معينه عشان يوصل باللعيبه للمرحله التكتيكيه اللي هو عاوزها، وده كان مهم جدا. الاستيعاب بتاع اللعيبه بتاعت الفتره دي ممكن يكون اكتر من اللعيبه الثانيه. نعم. انا طبعا معاك لان في الاخر في لعيبه دوليه كتير ما هي موجوده في نادي الزمالك. نعم. في لعيبه موجوده المحترفين كانوا غير المحترفين، المحترفين دلوقتي بقوا في المستوى الاول وانت بتجيب كواليتي عالي جدا. نعم. اشرف بن شرقي وسيد ساسي مش موجود، لكن عندك في الاخر اشرف بن شرقي محمد اناجم كلهم وسيسي فكلهم لعيبه بتلعب في المنتخبات، فاستيعابهم لفكر الراجل ممكن يكون اسرع فيساعدوه ان هو في الاخر يتاقلم بسرعه ويقدر يكون مردود كويس النادي الزمالك. رغم سعادة الجماهير بما حققه كارترون والفوز ببطولة الدوري العام، إلا أنه كان في حالة برضو حزن وغضب من الخروج من البطولة الإفريقية، وهو تسبب في ده بإصراره أنه لما جه من السفر صمم أنه يقود مباراة الترجي اللي خسر الزمالك فيها في القاهرة، ولو كان الزمالك كان تعادل كان صعد يعني. شايف أنه ممكن فيريرا يكرر نفس الخطأ
اذا قاد مباراه الوداد ولا لا من الافضل انه يقود مباراه الوداد خاصه انه فاضل 3 او 4 ايام عليه؟ لا اعتقد انه من الافضل انه يقود مباراه الوداد، لان وزاره الانديه الكبيره ما بتحتاجش او ما فيهاش معاناه ان انت تبقى عارف اللعيبه بتاعتها. يعني لما يجي مدرب نادي الزمالك او يجي مدرب نادي الاهلي هي اوريدي اللعيبه معروفه لانهم كلهم سواء بيلعبوا في منتخبات او بيلعبوا على مستوى عالي في بطولات افريقيا فمش من الصعب ان انت تتابعهم. هو الراجل قال انا كنت متابع نادي الزمالك ومتابع مبارياته، فان هو يقود دلوقتي ويتحمل المسؤوليه انا شايف دي شجاعه منه. نعم لازم تحسب له. لكن فكره وجود الكابتن سامي نبيه معاه اكيد هتساعده كتير، واكيد هتسهل له حاجات كتير، اكيد هينقل له الصوره بوضوح فده هيساعده اكتر. فكره ان هو يدخل بسرعه الاجواء عشان تخش في اجواء الدوري برضو ده مهم. نعم. لان في الاخر انت عندك ثلاث ماتشات مهمين جدا جدا. نعم. ماتش الوداد وبعدين السجراد وبعدين بيترو اتلتيكو او العكس او العكس. نعم فده مهم جدا ان هو على الاقل يدخل المباراه الاولى. لان انا شايف النادي الزمالك حظوظه في بطوله افريقيا ما زالت موجوده. طبعًا يقدر يكسب بقوة. ويقدر طبعًا. يشتغل انه في الاخر فرقه كبيره وفرقه محترمه. تعرضنا لمواقف كتير وعديناها مع التكاتف ومع ان المدير الفني يحط ايده بسرعه على نقط القوه اللي عندنا ونقط الضعف ويقدر يعالجها. راجل في خبرات مستر فيريرا اكيد هيقدر يشتغل على ده. فانا شايف انها خطوه مهمه وخطوه مفيده للنادي الزمالك ان هو يبقى موجود في مباراه الوداد. طيب برضو خليني اسالك عن دور اسامه نبيه. يعني اسامه نبيه تولى الفريق في مباراتين، فاز مباراه صعبه جدا على فيوتشر وكان موفقا، عشان نكون امنا فيوتشر كان افضل، كان اقرب، كان اكثر تهديدا، كان اكثر وصولا للمرمى، سجل هدفين مبكرين، ولكن يحسب جدا للزمالك بخلاف اسامه نبيه انه عاد وفاز 3-2 وهدف منهم في الثواني الاخيره، ثم بالامس الفوز على الجونه 2-1. المهم انه اخذ 6 نقاط. هل ده وضع الزمالك في الاطار الطبيعي بتاع المنافسه؟ ودور أسامة نبيه مع الشخصية القوية لفريرة اللي الناس عارفاها كلها عنه؟ دور كابتن أسامة ان هو يعدي بالمركب زي ما بيقولوا بالبلدي، يعني في فترة صغيرة، في فترة احنا كنا خسرين من الوداد وكانت الناس كلها راجعة والناس كلها متضايقة والنتيجة كانت كبيرة على نادي الزمالك بصراحة. فان انت تكسب ماتشين مهمين زي فيوتشر وزي الجونة، نعم ده مهم جدا ان تخرج باللعيبة من الحالة النفسية الوحشة اللي هم فيها الى حالة مختلفة تسهل على الراجل طريقة التعامل مع اللعيبة. فده كان مهم جدا. كسبتهم ازاي ده بالنسبة لي انا كايمن لو هحلل انا في الاخر ما يهمنيش، انا في الاخر يهمني بالظبط نادي الزمالك خد 6 بونت. نعم. وعدى من منطقة انا شايف انها كانت ممكن تبقى نفق مظلم لو خسرت من فيوتشر وخسرت من جونا، فالراجل هيبقى عنده صعوبات كتيره قوي ان هو يقدر يلم الفرقه حتى نفسيا. نعم. لكن في الاخر الكابتن سامي نجح دوره مع الراجل هيتوقف على شخصيه الراجل ومدى قابليته، لان الاجانب ما بيتقبلوش حد بسرعه. يعني الاجانب دايما لازم يحطك تحت فتره اختبار مهما كنت انت مدرب كبير ومهما كان عندك من الخبرات، لازم في الاخر خاصه الراجل زي ده بالظبط لازم. نعم. هيحطك على الاقل فتره اختبار، مش اختبار يعني لا هم عايز يشوف شخصيتك، عارف عايز يشوفك هتتدخل لوحدك، عايز يشوفك لما يجي ياخد رايك هتقول له بصراحه ولا هتقعد تلف له من نقط ثانيه عشان ما تديلوش الحاجه اللي هو عايزها. فالاجانب بيدققوا في ده قوي. فده هيتوقف على طريقه التعامل بتاعه الراجل مع كابتن اسامه وتقبله هو كابتن اسامه لشخصيه الراجل وتقبله لدور ممكن يكون في وجود جهاز كبير ممكن يبقى صغير، فلازم يصبر شويه لان في الاخر كابتن اسامه ده يعني بالنسبه لنا احنا راجل قيمه كبيره ومنتخب مصر وكاس العالم، وانا شايف ان هو مدرب هيبقى من المدربين الكويسين في مصر، فلازم يصبر على الاقل عشان الفتره دي كلنا محتاجينه كذا ملكوي. برايك كارتيرون رحل ظالما ام مظلوما؟ في الاخر كارتيرون ما اتظلمش في الزمالك خالص. ما اتظلمش خالص. لا نعم. ما اتظلمش في الزمالك، هو ظلم نفسه الفتره الاولانيه لما مشي. نعم تمام. ما كنتش عارف السبب. لما رجع انا كنت ضد فكره رجوعه. دلوقتي انه يمشي انا شايف انه وقت مناسب جدا ان العلاقه تنتهي دلوقتي، لانه في الاخر الراجل خسر ماتشاته وطريقه ادارته للمباراه كان عليها بعض علامات الاستفهام اللي موجوده. هل كنت شايف انه البعض قال يعني انه الراجل كان خلاص زهق وعايز يمشي باي طريقه فما بقاش مهتم وما بقاش يختار تشكيل صحيح ومش عايز اقول يتعمد الخساره لكن كان بيدير المباراه الاخيره بلا مبالاه؟ بس هو السؤال هو زهق من ايه؟ يعني مجلس الاداره لما جه هو عنده خلافات سابقه يعني، وهو كان قال للمقربين ليه انه بينتظر نتائج الانتخابات في يعني في حاله ممكن يكمل وفي حاله اخرى ممكن ما يكملش،
وبالتالي كان واخد القرار انه مش هيكمل. ده اثر على طريقه ادارته للفريق، اختياراته للتشكيل، ادارته للمباريات. طب هقول لحضرتك على وقائع انا كنت حاضرها. نعم. عشان موضوع ان الناس كانت بتقول ان في خلافات، هو ما كانش في خلافات من ناحيه المجلس ومستشار مرتضى منصور، خاصه ان انا كنت موجود في الفتره الاولانيه، المره الاولانيه اللي هو مش فيها لوحده. نعم. بدليل ان انا حضرت الوقت اللي مشي فيه مستر كارترون لما جاله موضوع التعاون، ما كانش قايل لحد فمشي، وانا كنت قاعد في القعده المستشار مرتضى عرض عليه انه لو انت خدت قرارك ان انت تمشي فما تسيبناش في الفتره دي. أيوة. خصوصا ان انت مش مرتبط بحاجه دلوقتي، فالنادي اللي تعاقدت معاه لو انا هكمل مع الزمالك في حال الاقل فتره بطوله افريقيا. أيوة. وبعدين امشي. لو عاوز فلوس ازود لك الفلوس. لو عايزني اكلم النادي التاني هكلمه لك. لو انت عندك اي مشاكل ماديه انا احلها لك. بس في الاخر كمل. يعني فالراجل عرض عليه، شريف مطر عرض عليه كل العروض اللي تناسب مدرب او تخليه يقعد، لكن الراجل في الاخر ما قابلش. فهو ما كانش فيه خلافات عشان يمشي المره الاولانيه. نعم. انما فكره ادارته للمباراه وان هي عليها علامه استفهام، طبعا كلنا في الاخر هو الراجل ليه بعض الغلطات زي كل المدربين. نعم. انما في حاجات للمدربين ما بتتغفرش، زي مثلا ان انا لاعب عبد الله جمعه بكرايت، ده اللي ما كانش مفهوم. انما اي حاجه بعد كده وارده، وارد ان هو ما يبقاش موفق. لكن انا ضد فكره ان هو الناس تقول ان هو كان متعمد الخساره عشان يمشي. انا ضد الفكره. مفيش مدرب ابدا ابدا بيتعمد الخساره عشان يفشل. في الاخر هو عايز يحافظ على اسمه، يحافظ على شكله. اذا المجلس براءه تماما من تطفيش كارترون. طبعا المجلس حاول بكل الطرق في المره الاولانيه طبعا مستمر، ولما جه المره الثانيه ما كانش هناك حرب ولا يحزنون، والراجل قال له انا معاك وفاتح معاك صفحه جديده، عايز تبقى موجود، وما كانش بيتدخل في حاجه. اذا كارترون هو الذي ظلم نفسه وليس اداره نادي الزمالك. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نفتح ملف الدوري العام والبطولة الإفريقية ومنتخبنا الوطني مع الكابتن أيمن عبد العزيز. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب كابتن أيمن، خلينا نروح على الدوري العام. فوز الزمالك النهارده ماذا يعني، او فوز الزمالك امبارح بقى، ومباراه الاهلي مع بيراميدز النهارده شايف بتمثل قد ايه للفرقتين وللبطوله بشكل عام؟ هو للفرقتين الحقيقه هو تحدي للاثنين المدربين. رقم واحد. رقم اتنين ده تحدي للناديين، لان في الاخر بيراميدز بقى مصنف من الانديه الكبيره اللي صحيح. عنده القدره انه يكسب الدوري. نعم. ففي الاخر بقى منافس شرس لنادي الزمالك ونادي الاهلي. ففكره ان هو يكسب النادي الاهلي فده هيديله افضليه في السباق، ويديله افضليه في الثقه، ويثبت للناس انه لا في الاخر انا اقدر اكسب الزمالك واقدر اكسب الاهلي، فبالتالي اقدر اكسب الدوري. فانا اعتقد ان دي هتبقى نقطه التحدي. النقطه الثانيه اللي هي بين الكابتن ايهاب ومستر موسيماني، ايا منهم اللي هيتفوق. لكن في الاخر رغم ممكن يبقى في فرق مباراه للبيراميدز، لكن هيبقى فرق حوالي 4 بونت. نعم. ففرق كويس بينه وبين النادي الاهلي، فرق بينه وبين الزمالك نفس الموضوع. ان هو يبقى متصدر الدوري بفرق عن الزمالك والاهلي 4-5 بونت، انا شايف ان دي ثقه كبيره للاعيبه، تديهم يعني ثقه كبيره ان هم يكملوا بنفس الحوافز ان هم ينافسوا على الدوري. فالمباراه طبعا مباراه صعبه للفرقتين، لان الفرقتين عندهم لعيبه كويسه، عندهم مدربين كويسين قوي. نعم. قدروا يغيروا شكل اللعب، قدروا يغيروا في اللعيبه نفسها اللي موجوده. الاثنين بيمتلكوا لعيبه كويسين قوي، قدروا يغيروا بيهم شكل اللعب في اي وقت. فالمباراه تبقى صعبه على الطرفين. انا شايف انه الاهدى والاكثر تركيزا والحقيقة في الخطوط الملعب كويس، مش هيهاجم التاني بدري، ممكن يكسب المباراة. فهي مباراة صبر أكتر بين الفرقتين. طيب خلينا أسألك، المباراة أصعب على مين؟ الأهلي اللي لعب السبت ثم يلعب النهاردة الثلاث ثم السبت من جديد، وثلاث مباريات صعبة، يعني المريخ السوداني فريق له كل الاحترام، بيراميدز فريق من الفرق القوية، ثم صن داونز اللي فاز على الأهلي في القاهرة. في المقابل بيراميدز اللي 9 مباريات فوز متتالي، 3 إفريقية و6 محلية، وعنده يوم او يومين راحة اكتر للنادي عن النادي الاهلي. اعتقد ان بيراميدز ممكن تبقى فرصه افضل بسبب الراحة، لان في الاخر فكرة الاستشفاء في الكورة والراحة بتفرق جدا جدا، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. نعم. ممكن مستر موسيماني يفكر يريح بعض اللعيبة، لان ممكن يفكر في كده، ممكن، لان في الاخر هو شايف ان الدوري لسه طويل قوي. نعم. لكن بطولة افريقيا انت عندك المباراة دي خصوصا مش لازم النادي الاهلي يخسرها، لانه لو خسر ممكن تسبب له بعض المشاكل، تسبب له بعض الهزات، لانه في الاخر عندك مباراة المريخ في مصر، لكن المريخ منافس صعب او خصم صعب، خصوصا احنا اتفرجنا على المباراة الاولانية.
فرقة الهلال فرقة محترمة، اتفرجت على ماتش المريخ وماتش الهلال، فرقتين كويسين. هيتبقى لك مباراة المريخ والهلال في مصر. نعم. لكن في الآخر هتبقى خسران، فممكن ترتيبك ينزل شوية. صحيح. فتبتدي الفرق المنافسة تعاملك من منطلق تاني، إن هم عايزين يحافظوا على الشكل بتاع الترتيب بتاع الجدول. نعم. فيدافعوا بعدد كبير من اللعيبة، ممكن يبقى أنت في الباد دي بتاعك فما تكسبهمش، فتحصل لك بعض الأزمات. فممكن من ناحية دي مستر موسيماني يفكر إن هو يريح بعض اللعيبة. ده هيأثر على النادي الأهلي، أكيد هيأثر على النادي الأهلي. الراحة اللي واخدها بيراميدز زيادة ممكن تأثر على النادي، تبقى في صالحه، أكيد هتبقى في صالحه يعني. طب خلينا كان نتوقع تشكيلة الفرقتين، يعني نتوقع تشكيلة الأهلي واللعيبة اللي ممكن يريحها مستر بيتسو موسيماني. يعني عندنا مثلا في تشكيلين متوقعين، الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، عبد القادر، شريف. ده التشكيلة الطبيعية بتاعت النادي الأهلي. أو أنه من الممكن أن يجازف، يلعب بخط الدفاع زي ما هو، الشناوي، محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعة، أو يدخل ياسر إبراهيم، علي معلول، أو يدخل محمود وحيد، أليو ديانج، واحد من الاثنين، عمرو السولية أو حمدي فتحي، أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد شريف أو حسام حسن. اي تشكيل اقرب من وجهه نظرك للنادي الاهلي لحد ما نروح لبيراميدز؟ بص، والحقيقه التشكيلين اللي حضرتك ذكرتهم الاثنين يقدروا يلعبوا كويس قوي. نعم. ويقدروا يجيدوا في كل المراكز، ويقدروا يلعبوا بنفس الطريقه وبنفس الشكل ونفس المردود اعتقد. انما انا شايف ان مستر موسيماني لو غير هيغير في اللعيبه اللي هي اصحاب المهارات اكتر، اللي مجهودهم البدني ممكن ما يسعفهمش ان هم يلعبوا المباراه دي ومباراه سان داونز. نعم. لكن في الاخر لما تيجي تعتمد، حمدي فتحي ما شاء الله راجل عنده مجهود كبير، ديانج عنده نفس القوه، بتتكلم على عبد المنعم صغير يقدر يؤدي الماتشين ما عندوش مشكله فيهم. نعم. ممكن تشتغل في رامي ربيعه او ياسر ابراهيم، تريح واحد فيهم وواحد فيهم يلعب. نعم. ممكن علي معلول برضه لانه بيشارك كتير. ايوه. بقاله فترات، فممكن برضه الاستشفاء بتاعه مع السن ممكن يبقى عنده مشكله فيه. نعم. فتلاعب محمود وحيد وتقعد عليه معلول. لكن في الاخر لا غنى عن ديانج، لانه يقدر يؤدي المباراه. لا غنى عن ديانج. طبعا. خصوصا في المباراه دي. نعم. يعني الاثنين لازم واحد فيهم موجود، يعني لازم يا ديانج يا حمدي فتحي يبقى موجود الاثنين. نعم. جنب عمرو السولية. ففي الاخر الاعمار اللي موجوده في النادي تقدر تشتغل الماتشين كويسين، لكن في الاخر لازم تحافظ على اللعيبه الموهوبه اللي هو مجهودهم البدني ما يسعفهمش انهم يلعبوا الماتشين. خليني اخر سؤال في النادي الاهلي قبل ما اروح لبيراميدز. الافضل لمباراه الاهلي وبيراميدز تكتيك الاهلي 3 4 3 اللي اجادها جدا لكن بتشترط وجود حمدي فتحي والسولية وديانج، ولا 4 2 3 1 اللي بتريح واحد من الثلاثي السولية او ديانج او حمدي فتحي؟ انا بالنسبه لي وانت بتلعب خصم زي بيراميدز لازم تلعب 4 2 3 1، لان المساحات الكتيره لبيراميدز هتسبب النادي الاهلي مشكله، لان في الاخر بيراميدز عنده لعيبه كويسه قوي تقدر تتحول بسرعه بيجيدوا دوت. صحيح. فان انت تسيب لهم فراغات او مساحات مع تلاتة هيبقى في مشكلة ممكن اعتقد. طيب نروح على تشكيلة بيراميدز، وخلي بالك بقى عشان الناس تدي لكل واحد حقه، انه شريف اكرامي هذا الموسم هو الاقل استقبالا للاهداف، يعني الاهلي استقبل اظن 8 اهداف والزمالك استقبل اكتر، الاهلي استقبل 8 اهداف، الزمالك 12 هدف في 11 مباراة، بيراميدز من 10 مباريات 5 اهداف. شريف اكرامي، عمر جابر او احمد فتحي، اسامة جلال، علي جبر، محمد حمدي، دونجا، وليد الكارتي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، ابراهيم عادل، فجري او فخري لكاي. هل عندك اي تعليق على هذه التشكيله؟ وهل طريقه ايهاب جلال لا تتغير؟ ما عندوش مشكله ايا كان المنافس؟ لا، كابتن ايهاب الحقيقه ما عندوش ثوابت في الكوره. بيقدر ثوابت. ما عندوش ثوابت في الكوره، يعني هو بيلعب او بيلعب بالطريقه اللي شايفها افضل لفرقته وشايف انها هتبقى مؤثرة النهاردة مع الخصم ده، سواء زمالك أو أهلي أو أيا كان الخصم. يعني الماتشات الكبيرة ما اتعاملت مع الكابتن إيهاب فيها هو ما عندوش أي رهبة من حد خالص، ما بيخافش. ففكرة إن هو ينزل يهاجم الناس كلها فبينزل يهاجم الناس. نعم. أنت اتعاملت معاه أيام المقاصة ومدرب في الزمالك. اشتغلت مع الكابتن إيهاب في الزمالك مدرب. فأنا مثلا من ضمن الماتشات لما كنت ماسك مع مستر جروس وإحنا بنلعب، كابتن إيهاب لما كان ماسك المصري نزل لعبنا بفرودين وتحتهم واحد فلعب 3 4 3 بس مقلوبه بفرودين وتحتهم. نعم. حد صانع العاب، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن الكابتن ايهاب يشتغل فيها. نعم. ما عندوش مشكله خالص انه يلعب بفرودين يلعب تحتهم واحد. ممكن يلعب بثلاثه عادي. يلعب بثلاثه في نص الملعب، لكن هو عنده مرونه جدا في الـ في الـ في الشكل التكتيكي بتاع الفرقه بتاعته او الطريقه اللي بيلعب بيها،
بيساعده في ده طبعا، عنده لعيبه كتيره مميزه. فان الطريقه اللي يلعب بيها كابتن ايهاب بكره اعتقد انها ممكن تبقى متغيره. وجود اربعه من لعيبه الاهلي السابقين في التشكيله الاساسيه احتمال، يعني على الاقل ثلاثه، شريف اكرامي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، و50 50 ما بين عمر جابر واحمد فتحي. هل ده بيدي حته مش عايز اقول غل لكنه اصرار اكتر عند لعيبه نادي بيراميدز؟ كل واحد عايز يرد اعتباره. اكيد طبعا. في الكوره في الايام اللي احنا فيها دي خصوصا مع وجود الميديا والكلام الكتير اللي بيتقال على المواقع والصحف، اكيد بيدي اللعيبه حوافز ودوافع انها ترد لو حتى في الملعب بانها بدون عنف طبعا وبدون خروج عن اي حاجه، لكن في الاخر المكسب دايما بيبقى افضل رد للعيبه. الاوراق الرابحه بالنسبه للاهلي والاوراق الرابحه بالنسبه لبيراميدز من وجهه نظرك كابتن علي؟ الاوراق الرابحه بالنسبه للنادي الاهلي عبد القادر رقم واحد لو لعب، شريف، علي معلول لو كان موجود، قفشه، بيرستاو برضو طبعا عنده دور كويس، السلايا وديانج. طيب يبقى انت بتتكلم هنا 2 4 6 لعيبه على الاقل. لما نروح لبيراميدز، بيراميدز رمضان صبحي، عبد الله، ايريك، ايريك لو موجود طبعا. نعم هو موجود طبعا. في ابراهيم عادل لعيب كويس قوي، لعيب كويس بس ممكن يعني في المباراه دي للرهبه والنادي الاهلي ما يعني ما تعرفتش عليه قرب كتير عشان اعرف شخصيته يقدر يلعب الماتشات الكبيره او يشيلها ولا لا، لكن في الاخر هتلاقي دايما اللعيبه الكبيره اللي موجوده في بيراميدز هيكون لهم دور وهيكون لهم كلمه في المباراه. في المهاجم الجديد كمان لكايمن، المهاجمين ممتازين يعني، ده ابراهيم عادل على فكره في مباراه الموسم اللي فات وسجل هدف في الشناوي، يعني معناه انه ولد ما بيخافش يعني. لا هو عنده شخصيه ولعيب كويس، لكن ومستقبل، عنده مستقبل كبير. في برضه نص ملعب بتاع بوركينا فاسو اللي اشتروه، معرفش ده هيبقى متواجد بكره ولا لا. ابراهيم توري؟ لا مش توري، بوركينا فاسو ابراهيم توري. فده لو موجود برضه هيعمل فرق في المباراه. لعيب كويس، لعيب كويس، لعيب كبير. يعني انا اتفرجت عليه في ماتشات بوركينا فاسو كلها، الحقيقه يعني من اللعيبه القليلين اللي يقدر يلعب سته ويقدر يلعب ثمانيه باقتدار يعني. المباراه دي كانت اقرب للنادي الاهلي، بل ان الاهلي اضاع ضربه جزاء وفي الثواني الاخيره بهدف غريب جدا تعادل. ادي الجون اهو، بترجع للشناوي، هنا ايريك تراوري ضغط بشكل جيد وخد سجل هدف في الثواني الاخيره، وكانوا بيلعبوا ب 10 لعيبه والاهلي اضاع ضربه جزاء. خلى ثلاث مباريات لموسيماني مع بيراميدز دون هزيمه. هل شايف ان ده يضع ضغط على موسيماني اللي فاز على كل الفرق اللي لقاها مع النادي الاهلي؟ نفسيا ممكن طبعا. اكيد خصوصا وانت كسبان في مباراه زي ديت وبتتعادل في يمكن في الثواني الاخيره، فاكيد هتسبب لك ضغط نفسي. شايف ان المباراه هتكون بتوضح شكل المنافسه على بطوله الدوري العام ولا لسه الدنيا بدري؟ لا لسه بدري جدا، لسه الدنيا بدري. هستاذنك نروح لفاصل، بعد الفاصل هتكلم على مصر والسنغال والاسئله السريعه مع اللي منورنا كابتن ايمن عبد العزيز. اهلا بحضراتكم من جديد. مصر والسنغال، كيف ترى هذه المواجهه الحاسمه اللي مش هتتكرر غير بعد 4 سنوات؟ يعني صعبه جدا جدا. الخصم يعني عنيد جدا وعنده لعيبه على مستويات عاليه قوي. احنا عندنا طبعا لعيبه كويسه ومنتخب كويس جدا، لكن هم عندهم وفره الحقيقه في اللعيبه المحترفين وعندهم لعيبه كتير قوي. مكسبهم لبطوله افريقيا في النهائي برضو ممكن يسبب لها مشكله، ممكن يبقى جايين بحوافز ودوافع اكتر مننا، لكن في الاخر ان شاء الله اعتقد ان احنا يعني هنبقى على قد المسؤوليه، لكن في بعض الحاجات لازم تتعمل اكيد. زي ان احنا لازم نعرف ان احنا بنلعب مباراتين مش مباراه واحده. حلو. لازم باي حال من الاحوال ما تفتحش خطوطك مع فرقه زي دي. وجود الجماهير يبقى عليه عامل ودافع اساسي. الحقيقه المباراه محتاجه تركيز فوق ال 100% يا كابتن، من اللعيبه ومن الجهاز الفني. مش لازم تفرط في اي فرصه من الفرص اللي هتجي لك مهما كان. صحيح، فرصه لان في الاخر المباراه دي ممكن تخرج 1-0 لينا. فتروح هناك على الاقل انت متقدم خطوه، فتبتدي السنغال تهاجمك عشان تكسبك. عندك فرصه، عندنا افضل لعيب في العالم واحسن لعيب في العالم. دي لك افضليه في كل الماتشات، ممكن يشتغل كويس جدا في مباراه السنغال المباراه الثانيه. فلازم تستغل ده
لكن النقطة المهمة والأكيدة واللي مفيش جدال عليها ان احنا ما ينفعش نفتح خطوطنا ونفضل نهاجم هنا او هناك. هنا او هناك طبعا في الهدف. طب هو ممكن يفتح خطوطه؟ ما اعتقدش المدربين والفرق الكبيره اللي بيبقى عقلياتها يعني مختلفه شويه انهم كلهم بيلعبوا في اوروبا بيلعبوا المباراه بشكل واحد وبوتيره واحده في الاخر كل الناس بتلعب تحت الكوره وهم بيدافعوا ما بيخسروا الكوره، انما في التحولات والشكل الهجومي هتلاقي على الاقل في 3 4 بيهاجموا منهم وده كفايه جدا ان هم اقوياء جدا في النواحي الهجوميه. سؤالي الاخير في النقطه دي، الصراع بتاع الاهلي والزمالك اللي وصل ابو جبل ولا الشناوي طارق حامد ولا السليه مش عارف مين ولا مين، شايف انه ده ايجابي ولا شايف انه ده عامل سلبي على حته التركيز اللي موجوده عند الجميع؟ لا سلبي وسلبي جدا طبعا، لان في الاخر احنا بنمثل مصر كلنا وده منتخب مصر مش منتخب حد، مش منتخب الزمالك ولا منتخب الاهلي. المنتخب لما يوصل كاس العالم ده شرف لنا كلنا كمصريين، الناس اللي لعبت كوره وبطلت والناس اللي هتلعب كوره على المستوى الشعبي طبعا اكيد كلنا بنفتخر بدوت. فاعتقد ان النغمه ديت والحقيقه انا عجبني صلاح جدا جدا لما طلع عمل من اجمل الحاجات اللي عملها، طلع عمل الحوار بتاعه في المؤتمر وقال ان احنا اتقسمنا نصين، بقت ناس بتشجع الزمالك وناس بتشجع افراد، وده كان من الحاجات الكارثيه اللي حصلت في منتخب مصر. نعم، فاللمه اللي حصلت والحقيقه المستوى اللي ظهرنا فيه في بطوله افريقيا ده برضو ممكن يدينا نفس الدوافع ونفس الحوافز بتاعت السنغال. ف انا شايف ان احنا تركيزنا كله لازم ينصب في المباراه الاولانيه. نعم، لان دي الخطوه المهمه، نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى هي اللي توصلك في نهائي كاس العالم ان شاء الله. اكيد هاخد معاك الاسئله السريعه. سيناريو موسم 2014 2015 ممكن يتكرر مع فيريرا اذا الناس كلها تكتفت وبقت مصلحه نادي الزمالك هي الحاجه الوحيده اللي قدام عينينا. هذا اللاعب لا غنى عنه في قائمه منتخب مصر امام السنغال. ايوه اكيد صلاح طبعا، اكيد محمد صلاح. هذا الفريق هو المرشح الاول للفوز ببطوله الدوري العام. هم ثلاثه لكن طبعا انا بتمنى نادي الزمالك اكيد. نعم، الزمالك لن يتاثر برحيل اي لاعب، ووقعت فرجاني ساسي الموسم اللي فات بتاكد ده. اكيد انا مع ده من زمان اساسا. افضل لاعب في الدوري حتى الان هو زيزو. افضل مدير فني هو موسيماني. نادم على عودتي لنادي الزمالك من تركيا؟ لا ابدا، عمره ما حصلت الحمد لله. نادم على قطع الاحتراف وعدم استمراري في التجربه الاحترافيه رغم ان انا كنت مكسر الدنيا؟ طبعا. لم احصل على حقي تماما في المنتخب الوطني؟ ده اكيد. ما حصلش يعني، ما كنت شايف ان كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير، لكن في الاخر ما خدتش الفرصه اللي انا استحقها، ان انا لعبت 11 سنه في اوروبا ولعبت مرتين شامبيونز ليج ومرتين ويفا كاب وكسبان بطوله في اوروبا وبلعب ستاندنج على طول في الفرق وببقى كابتن الفرقه، فما خدتش. هذا المدرب هو سبب استبعادي من المنتخب؟ هي كانت كابتن حسن شحاته. يعني الثلاث بطولات 6 و8 و10. هل كان هناك خلاف بينك وبين الكابتن حسن شحاته؟ لا خالص خالص، لا على الاطلاق خالص. انا بحبه جدا طبعا. لو عاد بيك الزمن للوراء هتحترف ولا مش هتحترف؟ احترف طبعا. هتحترف طبعا. اللعيب اللي اتاثرت بيه وانت بتلعب؟ الكابتن اسماعيل يوسف. المدرب اللي اتاثرت بيه وانت بتلعب؟ الكابتن جوهري الله يرحمه. احسن لاعب لعبت جنبه؟ على المستوى المحلي ولا الدولي؟ ده وده. الكابتن اسماعيل طبعا. كابتن اسماعيل يوسف نورتني وشرفتني يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل توفيق. شكرا. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين والمتابعين، بعد الفاصل نقدنا الكبير محمد مراد.